لو كان عندي 2 3 في نظام عد رباعي زائد 3 3 ايضا في نظام عد رباعي. الملاحظه رقم 1 في نظم العد لا يجوز ان تكون الارقام اكبر او حتى تساوي الاساس النظام، ما بصير تكون. القاعدة رقم 1. القاعدة رقم 2، دائما هدول الارقام شو راح يكونوا؟ راح يكونوا اصغر، تمام؟ تذكرون هدول على طول، تذكرون نفس القاعدة بس تذكرون بالجهتين لانه بعد شوي راح يلزموني. تمام؟ هلا 3 و3 6، فيني اكتب 6 هون؟ لا. شو بكتب هون؟ 2 باليد؟ 1، لانه 6 فيها كم؟ 4، فيها وحدة والباقي 2. 1 و2 3 و3 6، شو بكتب هون؟ 2 2 باليد؟ 1، بينزل هذا الواحد فبيطلع معي الجواب ايش قد؟ 122. بيطلع معي الجواب 1 2 2 في نظام العد الرباعي، صح؟ لا يقرا 122. في اساس ما بدي، ما بدي اقرا، بدي اقرا 2 2 و4 2 و16. بكل الاحوال 2 3 4 راح اعمل ضرب هلا، خليك معي. 3 ضرب 3 9، بس ما فيني احط 9، شو بحط هون؟ 8 باليد 1، شو بحط هون؟ لا 1 هون 2، صح؟ التسعة فيها كم؟ 4، فيها 4 والباقي 1. هلا 3 ضرب 2 6 و2 8، 8 فيها كم؟ 4، 2 والباقي 0، هي 2 بتنزل، صح؟ عملية جمع شو بحط هون؟ 0. هلا 2 ضرب 3 6، 6 فيها كم؟ 4، فيها وحدة والباقي 2. هلا 2 ضرب 2 4 1 5، يعني والباقي 1 وهون 1. 1 و0 1، 2 و0 2، 1 و2 3 وهون 1. هذا في أي نظام؟ رباعي. كل شيء هون موجود في النظام الرباعي. تفضل. 3 ب 3 9، كم 4 فيها؟ فيها 2 باليد 1. لا، فيها 2، هذول 2 بنحطوا فوق والباقي بنحط تحت. هون دائما بواقي. هون دائما بواقي. هذول كلهم بواقي، شايفون هذول الاعداد؟ لاحظ كل الاعداد الموجوده تحت هي باقي القسمه على 4، هي اصغر من 4، تمام؟ اي لك ما لازم تخربط، مثل النظام العشري، اذا خربطت رقم واحد خالص. يوم نجي على الطرح، نفرض انه عندي 2 1 ناقص 3، في اي نظام هذول كلهم؟ رباعي. واتفقنا اذا 3 ما كانت موجوده في نعتبرها في اي نظام؟ رباعي. في نعتبرها في النظام الرباعي مباشره. استاذ بس في سؤال، هذا طرح هلا. 1 ناقص 3 ما بتعطي، فباخذ من هون 1، شو بتصير هاي؟ 11. الواحد اللي بينتقل شو بصير؟ 4، 1 و4 5، 5 ناقص 3 2 وبتنزل 1 في اي نظام رباعي؟ عارف. كيف خليك معي. 0 ما بيعطي 1، صح؟ وهذا الصفر ما في 1. وهذا 3 بستعيد من هون 1، شو بصير هذا 3؟ 2. الواحد اللي انتقل بالنظام العشري شو بكون؟ 10. في النظام الرباعي 4. هاي الأربعة باخذ منها 1، شو بتصير؟ 3. والواحد اللي بينتقل شو بصير؟ 4 ناقص 1 و3 3 لحالها بدها تنزل إجباري، و2 بدها تنزل، بيطلع معي هذا النظام. أنا عدتهم مشانك أنت. طبعا هذا راح حل عليهم 80 أكثر، راح حل عليهم 80 أكثر. اللي هن اي صفحه اتفقنا؟ 258 لازم نحل. 258 خليك معي. اه صح. راح احل لكم هلا شويه اعداد دوريه، بس قبل ما احل اعداد دوريه بدي احل هذول. خليك معي. اللي هي الصفحه 255. احنا حلينا صفحه. ايه ما في مشكله، يلا خليك معي. خليك معي. 100. طبعا هون اذا ما كان حاطط لي هو اساس النظام فهذا اي نظام؟ العشري. هذا النظام العشري، بالنظام العشري الجي واحد. تنضرب ب 10 بالاس 0 يعني 1، والبي تنضرب بش قد؟ ب 10 بالاس 1 يعني 10، والا 10 يعني 100، صح؟ زائد البي بتنضرب ب 10 بالاس 0 يعني 1، الجي 10 10 جي شو بتساوي؟ 255 كم؟ 100 ا خليها بثمن هي، صح؟ ال 100 ا راحت، البي عندي كم بي؟ 11 بي، وكم جي؟ 11 جي، فبطلعوا لبرا شو بضل معي هون؟ بضل معي بي زائد جي. شو بيساوي هدول؟ 255. طبعا واضح جدا انه الا شو بتساوي؟ 2 مشان تعطيني 200، صح؟ شو بيكون باقي انا عندي هون؟ 55 معناته بي زائد جي ايش قد؟ 50. معناتها 2 زائد 5 شو بتساوي؟ 7. اللي بعده
نبدأ. مين بيساعدني؟ مأمون. كم آ عندي هون؟ 10. 10 آ. كم بي؟ وحدة. هون كم آ عندي؟ 2. 2. وكم بي؟ 2. صح؟ خلي. لو نقلت 2 آ لهون بصير 10 آ ناقص 2 آ. 8 آ. ولو نقلت البي لهون بصير عندي كم بي؟ بي وحدة. هو طالب مني آ على بي، يعني كأنه عم بيقول لي شيل البي حطه تحت الآ وشيل الثمانية حطه تحت مين؟ تحت الواحد. برافو عليك. معناتها آ على بي شو بساوي؟ واحد على الثمانية. تفضل. لا أخي، صرنا من أول الدرس عم ناخذ هذا نظم العد، هدول منازل الأرقام، هدول الأرقام محصورين بين الصفر والتسعة صح؟ بس مو ضرب. وهذا الشيء اللي بخربط كثير طلاب بالامتحان، إنه ما بيعرف يقول هذا ضرب ولا نظام عد. هذا نظام عد، هدول أرقام، يعني هدول أرقام أساسا ما بتمشي لهم ضربة. صح بالضبط، هذا هو هون شان لك تميز بيناتهم. بس هاي تمام، صفقة بعيد. إيه ما السنة ما راح يكون في شتوية أبدا. خليك معي. كيف طب استاذ انا عندي فكره نسحب بين خلصنا خلص الموسم، هلا المفروض يكون في تلج. بس هاي اليمين بس سحب بدك هذيك السنه بالشهر 12 اخر شهر 12 بتلج. لا بس هلا في مطر كان صقيع. اي هلا ما في اسحب هاي. بالعكس كويس يا استاذ صالح. ليش؟ مشان الراحات الجايه. صالحكم بكره بس صار البندوره بالكيلو ب 10 و15 تذكروني. بس تصير فاتوره المي 200 فوق. والله تصير في زمن من في من 15 سنه كانت المي تنقطع 10 ايام تجي يوم. صبول نعم. ايه كل 10 ايام يوم. كان في دور كان في دور على المي. يلا الاسبوع الماضي قطع في يومين. هذا تصليح لسه ما بلش قطع. يلا خليك معي محمد خلص حاجه. يلا خليك معي. كم آه عندي هون؟ 10. 10 آه. كم بي؟ بي وحده. بي وحده ناقص كم بي عندي هون؟ 10. 10 بي كم آه؟ 10 وحده بتساوي 72. 10 آ هون في عندي هون في عندي زائد عفوا في عندي هون ناقص آ صح؟ 10 آ ناقص آ وفي عندي ب ناقص 10 ب صح؟ 10 آ ناقص آ 9 آ وهون ب ناقص 10 ب ناقص 9 ب شو بتساوي؟ 72 ما هيك؟ هي ب هي هذا الرمز ب بس صعب مقلوب معناتها آ ناقص ب ايش قد؟ آ ناقص ب 8 خليك بس هو ما طالب مني آ ناقص ب شو طالب مني؟ آ زائد ب أعطيني عدد أعطيني رقم مني أرقام صح؟ أعطيني رقم حطه هون رقم رقم ما بيمشي حال إلا 9 جرب رقم آخر مستحيل ما بتزبط شو بدك تحط رقم الثاني إذا حطيت 8 شو بتطلع ب 7 0 بدك تطلع بيه صفر لانه 8 ناقص 0 8 ما بصير يكون بيه صفر لانه موجود في منزله العشرات واصغر ما بيمشي الحال لانه ما بصير يكون سالب وبالتالي اكيد 100% اش قد 9 وب اكيد 1 صح؟ شو مجموعهم هذول؟ بس لا لا ما بيمشي الحال ما راح تزبط معي ما بيزبط الا للتسعه اعطيني خيار اخر اه ناقص ب شو بتساوي؟ 8 اعطيني عدد جدول الاستاذ يضبط على جدول انت ممكن تسوي جدول مع 9 1 اي بس هو من هون واضحه ما بتجي واضحه اعطيني اعطيني اش قد ممكن تكون هون 9 1 طيب اعطيني اعطيني احتمال اخر ما بنسى 10 ارقام ارقام هدول ارقام صفر ل 9 1 ل 9 اعطيك نفس بس 1 ل 9 ايه بس ايه انت قلتي محصور قلتي بنحصر شو قلتي كلمة شو؟ نحصر قلتي؟ ايه طيب ماشي يلا يلا هون خليك معي هذا العدد موجود في اي نظام؟ خماسي وطالب منه اي نظام؟ يعني تحول من الخماسي للعشري صح؟ الواحد مضروب بخمسة بالأس صفر واثنين مضروب بخمسة بالأس واحد والثلاثة مضروب بخمسة بالأس اثنين تساوي خمسة بلس صفر يعني واحد ضرب واحد خمسة بلس واحد عشرة خمسة ضرب اثنين عشرة خمسة بلس اثنين خمسة وعشرين وثلاثة يعني صار خمسة وثمانين ستة وثمانين حد عندك سؤال؟ لا لا ان شاء الله يا رب اكيد ما راح تفهمون هدول ما حضر الدرس شو تفهمون خليك معي
خليك معي هون. اكيد هذا النظام هاي الاكس اكيد لازم تكون اكبر من شقد من اللي جوا، اكيد اكبر من الاربعة صح؟ واكيد الاكس هاي لازم تكون اصغر من اصغر من الستة، يعني خمسة، يعني اكس محصور بين الاربعة والستة صح؟ من هو الرقم المحصور بين الاربعة والستة؟ معناتها اكس شقد خمسة. بنحل وشو خسرانين؟ ما عندنا شيء. مو حد هذا صار بينكتب هيك في اي نظام؟ خماسي. وهذا بينكتب هيك في اي نظام؟ سداسي. يلا خمسة. خليك معي. واحد ضرب خمسة بالأس صفر واحد. أربعة ضرب خمسة بالأس واحد عشرين. اثنين ضرب خمسة بالأس اثنين خمسين. زائد واحد بضل متمن هو. خمسة ضرب ستة ثلاثين. اثنين ضرب ستة وثلاثين لأنه هي 36 صح؟ 72. أنا سريع بالجمع بيطلع 174. لا أنا سريع بالجمع. يلا أنتوا بالامتحان لا تجمعوا، شوف شو بتعمل. تقول واحد وصفر وصفر، واحد واحد، اثنين واثنين، أربعة. بتختار جواب لأحد وأربعة. عندي مثلا اذا كان عندك وقت تكون حظك بشيع وتجمعي. يلا اللي بعده. هذا العدد الجميل هو مو جميل، هذا بالعشره. هذا العدد موجود في العشره، بدي تحول من العشره للسداسي. بنقسم على شقد على سته وبناخذ البواقي صح؟ نعم. يلا شوف شلون بقسم 24 عفوا 2424 تقسيم 6 بسرعه. خليك معي. 2400 فيها كم ستة؟ فيها 400. وال24 فيها كم ستة؟ فيها 4. شقد بيطلع الجواب؟ 404. 404. شقد الباقي؟ صفر. يا غلبان لأنه صوتكم عم يأثر على صوتي. الباقي صفر صح؟ لو كنت محظوظ بالامتحان وطلعت على الأجوبة وكان ما في إلا واحد فيه صفر فاختاروا واتكلم لأنه هذا آخر عدد، آخر رقم راح. يا أستاذ أول عدد بيطلع لي بالقص بيبات القسم يحطوا آخر عدد لما بدي. لكن هو الآحاد. يلا الأربعمية أربعة. شلون بسمع ستة؟ الأربعين أربعة. أنا راح أخذ 360 فيها كم ستة؟ يعني شو دون صرعوني؟ ستين. يلا الأربعين الأربعمية عفوا فيها 360 فيها كم ستة يعني؟ فيها 60. وبقيان لسه عندي هون فيني أخذ شي 36. 36 شو بيعطوني كمان؟ ستة يعني صاروا 66. لسه بقيان عندي ستة تاني فيني أخذها يعني وحدة صح؟ شو بيطلع مجموعهم هدول؟ 396 402. شو قد الباقي؟ باقي لأنه عندي 402 أصير عفوا هون جواب شو طلع معي؟ مو 402 شو طلع معي الجواب؟ 60 و6 و1 شو بيطلع معي يعني؟ 7. طب سوي ليه يعني؟ أنا بقسم بالطرح، أنت حر بالطريقة اللي بدك تقسم فيها، فينك تقسم هيك مثل ما كنت تقسم بالمدرسة، الطريقة اللي بدك إياها. يعني. أنا بقسم بالطرح. 67 فيها كم ستة؟ فيها 10. فيها 11 والباقي؟ 1. ال 11 فيها كم ستة؟ فيها 1. 1 والباقي؟ 4. والباقي 5. هلا بيجي ببدأ من آخر باقي، مين هو آخر باقي؟ 1. والواحد وبطلع بطلوع. باخذ 1 بعدين 5 بعدين 1 بعدين 2 بعدين 0. هذا في أي نظام؟ 20 6 سداسي. سداسي صار لنا ساعة عم نتعذب. ها؟ لا ما مشى بدون هذا الصفر، هذا الصفر هو الآحاد مثل كأنك عم تقول 10. أنت ما عم تقول 1 0 1، عم تقول 1 0. آخر شيء يعني قصدك؟ ما راح يطلع آخر شيء، ما بيطلع، ما بنوصل. كل هذا أنا كل هذا ما عجبكم؟ ليش مستهونين بالموضوع؟ المطلوب لا والله حلو الدرس من دون
من يعني تخيلوا انتم من دون هدول الاثنين ما كان فيكم تشوفوا الحاسوب، ما كان فيكم تشوفوا هذا الموجود قدامكم هلا. يعني نظام العد بالاساس كثير مفيد باي نظام؟ بالبرمجه، بالنظام الثنائي اللي بيستخدموه بالحاسوب. يلا خليك معي بعد اذنك. كل شيء بتشوفوه بالحاسوب موجود ضمن اوامر من واحد، موجود في ثلاث انواع. غلبانات، غلبان تنتوني غلبان؟ لو اثنيناتهم بيتغلبان اثنيناتهم بيشغلوا مع بعض وبيحكوا مع بعض. لا بس ايه قسمي، ما في قسمي، قسمي يتحول للعشري بعدين بتقسم. هاي القسمي قصدك ايه؟ طيب هاي ما موجودة هلا، هاي كنت تحفظوا هاي. يلا نسلم هذا التمرين الجميل. هدول الاعداد عم بطرحهم باي نظام؟ سداسي. خليك معي، الواحد ما بينطرح منه ثلاثة، فبصير من هون واحد. شو بتصير هاي؟ بتصير هاي ثلاثة أول شيء صح؟ نعم. وهي بتصير سبعة، لأنه بتصير واحد، هذا الواحد هو ستة. ستة واحد سبعة، سبعة ناقص ثلاثة أربعة، ثلاثة ناقص اثنين واحد، ثلاثة ما فيها خمسة، هاي شو بتصير؟ واحد. هاي شو بتصير؟ تسعة. تسعة ناقص خمسة أربعة. واحد ناقص واحد صفر. هذا الجواب في أي نظام؟ ستة. سداسي. يلا اللي بعده. يلا هون ثلاثة طرح منا واحد، شو بتعطيني؟ اثنين. واحد طرح منا اثنين ما بيمشي الحال، والصفر ما بيستلم. بدي استعير واحد، هو راح استعير من هون، هذا شو بصير؟ خمسين. واحد هذا شو بصير؟ خمسة. استعرف انه واحد شو بصير؟ أربعة. هذا شو بصير؟ ستة. اثنين ناقص أربعة، أربعة ناقص أربعة صفر، واحد ناقص صفر، هذا في أي نظام؟ خماسي. خماسي. نحل الأعداد الدورية؟ لا نضرب. يلا خليك معي بعد اذنك. هذا العدد مكتوب في اي نظام؟ هو عبارة عن 2 ضرب 5 بالأس صفر زائد 3 ضرب 5 بالأس واحد يساوي. هذا الـ هو مضروب بستة بالأس صفر زائد 2 مضروب بستة بالأس واحد. حطيت كل المعلومات، طلع معي هون معادلة من أي درجة؟ درجة الأولى. معادلة فيها بس يعني حلها كثير سهل. هون واحد، هون اثنين، يعني اثنين ضرب واحد اثنين، هون عندي 15 صح؟ تساوي زائد شقد زائد 12، ما هيك؟ معناتها ايش اطلع معي هون؟ يلا محمود ما نراسل عمو جعفر دوا عندي. هذا العدد في اي نظام؟ السداسي. شلون بينكتب؟ لاني بسرعه ما حد يجاوب. 2 6 0 2 زائد شد يعني 30 يعني 32 صح؟ 32 ناقص 5 3 و 12 ضرب 4 12 و 5 لحالها 17 ما هيك؟ شو بتساوي؟ بده اياه باي نظام؟ هلا 32 ناقص 17 15 في النظام السباعي. شلون فينا نحول 15 لنظام 7؟ قسم على 7. 15 فيها كم؟ 7 2 والباقي واحد. فينا نكمل؟ لا لا، معناته الجواب 2 1 في اي نظام؟ 7. شكرا محمود. مشان السرعة بس، اصلا بعد فترة ما عاد حطهم كلهم هدول، بصير بجمع بعالي. تمام؟ مع كثرة الحليب. خلينا نتسلم هدول احسن ما نرجع لورا. خليك معي. هذا جوابك، هذا العدد في اي نظام؟ الخماسي. نظام الخماسي. عندي دوري. وهذا العدد الجواب الموجود هون في اي نظام؟ العشري. نظام العشري. شوف، لانه هون هذا نظام العشري. فانا هون راح اتعامل مع هذا العدد بجزئين. طبعا فينك تتعامل معه كله، يعني تكتبه هيك كامل. بعدين تطرح منه. بس باي نظام بدك تنتبه؟ باي نظام هذا؟ عم تعامل مع الخماسي ها؟ هاد القانون تبعه هيك بيقول. الطريقة أحلى. الطريقة أحلى. فينا نكتب، فينا نطبق بالقانون تماما مثل ما هو القانون. القانون شو بيقول؟ العدد كامل، شد العدد كامل 4 1 2 3 مثل ما هو. ناقص العدد اللي ما في فوقه خط اللي هو 4 1 2 مقسم على أكبر رقم موجود في هذا النظام. من هو أكبر رقم؟
الأربعة حط أربعة وحدة، في رقم عندي هون بلا خط صح؟ شو بحط بداله؟ هدول كلهم في أي نظام؟ في النظام الخماسي. تعال نكمل هون ونرجع من عيد نحله بطريقة ثانية. ثلاثة ضرب إيش قد؟ ضرب خمسة من الصفر يعني ثلاثة، اثنين ضرب إيش قد؟ عشرة ضرب خمسة يعني عشرة، واحد ضرب خمسة وعشرين، وأربعة ضرب مية. لا أربعة ضرب ثلاثة شد يعني مية وخمسة وعشرين، شو بيعطيني؟ 500 صح؟ نايس. 2 ضرب 5 من الصفر يعني 2، 1 ضرب 5 5 يعني 5، و4 ضرب 25 100 100 على 1. هذا شد من كتب 0 ضرب 1 و0 0 و4 ضرب 25 هذا 20 صح؟ برجع بعيد. الأربعة صفر بأي نظام؟ الخماسي. يعني هي هذا صفر. أوكي. 4 ضرب 5 بالأس 21 يساوي 3 و10 اجمع والله العظيم في 538 ناقص 430 صح؟ 430 430 هي على اشقد؟ 20 على 20، شيل الصفر مع الصفر 43 على اشقد؟ 2 يعني 21 فاصلة 5 قد ما بدا مكرر لأنه مكرر. هاي الطريقة الأولى طبعا إذا لاحظت بهي الطريقة في عندي مشكلة. شو هي المشكلة؟ إنه أكل وقت كتير صح؟ خصوصا بالتحويل هون، ولكن الطريقة صحيحة. إذا ضعت في الامتحان استخدم هاي الطريقة. هي أسهل بالنسبة لي. تعال شوف الطريقة الثانية شو هي. شوف شو راح أعمل. بأي عدد دوري دائما بتفصل أو تفصل ما بين القسم الصحيح والقسم العشري او القسم الموجود هون بعد الفاصل؟ يعني بتحسب ال 41 بغير 23. ايوه بحسبهم كل وحده لحال بعدين بجيب. اي هي مو 41، ال 1 4 باي نظام هي موجوده؟ الخماسي. وال 2 3 هي موجوده باي نظام؟ الخماسي. هيك بهذا الشكل بفصل عن بعض. طبعا تفصلهم بعقلك. هلا تعال نحسب هدول. 1 ضرب 1 صح؟ 1 ضرب 5 بالاس 0 1، و4 ضرب 5 20، شو اعطوني؟ 21. تمام هي جاهزة. هلأ بيان عندي مشكلة هون. هلأ هذا بحله بشكل نظامي. العدد كامل مين هو العدد كامل؟ 2 3 في نظام خماسي ناقص القسم غير المكرر. مين هو غير مكرر هون؟ 2 2 في نظام الخماسي أو في النظام هي نفسها على 4 0 في أي نظام؟ نفس التمرين بشوي. 3 ضرب 5 بالأس 0 3 زائد شقد 2 ضرب 5 10 ناقص 2 صح؟ على قبل شوي حسبناها شو طلعت معنا هون؟ 20 صح؟ 13 ناقص ما بعرف ايش قد 11 على شلون فيني احول 11 على 20؟ شلون فيني اقسمهم بسرعة؟ بضرب بخمسة. برافو عليك. وتضرب بخمسة وتصير 55 على ايش قد؟ على 100. 55 على 100 يعني شلون بكتب؟ 55 من 100. وانا قبل شوي شو كان طالع عندي؟ طالع عندي 21. اكيد هيك اسهل. تمام اكيد اسهل. بس اعطيتكم طريقتين لوجه الله تعالى. اللي بعده ما بدي اطلع الجواب. خلينا نحل الطريقه الثانيه. ما بدي اطلع الجواب بالحساب الخماسي بعدين احول العشر. عملنا هيك اصلا اول واحد حولناهم كلهم. حول. لا ما بدي ما بعرف الجواب اول بالنظام العشري. ما بعرف العشرين ما بعرفه. لو كان عندي هذا العدد بالعشرين ما بعرفش قد 12 على 40. يلا خليك معي. هذا القسم مو 32 يا أخي. 3-2 في نظام الخماسي. وهذا القسم 2-4 أيضا في نظام الخماسي. خليك معي. 2-3 شو بتعطيني؟ 2 ضرب 5 بالأس 0 و 3 ضرب 5 15. شو بيعطوني هدول؟ موجود 17 صح؟ قدامك. هلا هذا العدد كامل هو 2 4 في النظام خماسي ناقص 2 في النظام الخماسي على 40. نفس اللي فوق صح؟ 4 0 4 ضرب 5 بالأس 0 4 و2 ضرب 5 10 ناقص 2 على عش قد هون طلع معنا بشوي 12 على 20 12 على 20 بتقسموا على 2 شو بيعطوني؟ 6 على 10. معناته هذا 6 من اصل ايش قد؟ 6 من اصل 10 يعني 17.6. اتفقنا؟
خليك معي هون. هو عم يخبرني انه هذا العدد الجميل مكتوب في اي نظام؟ نظام سداسي. هلا بالاصل شو يعني عدد مكتوب في نظام سداسي؟ يعني راح يكون عبارة عن 6 بالأس 0، 6 بالأس 1، 6 بالأس 2، 6 بالأس 3، صح؟ أكبر 6 موجودة هون هي 6 بالأس قد؟ 6 بالأس 4. هون لازم في كتير موضوع مهم، كل الموجودات هون لازم تكون أصغر من قد؟ 6. ما بصير تكون أكبر، ما في عندي أكبر من 6 في نظام في نظام العد السداسي. الستة واللي أكبر منها ما موجودين، فقط الأصغر. فبنجي هل الخمسة أكبر ولا أصغر؟ أصغر. معناتها هي أمورها تمام. الثلاثة أكبر ولا أصغر؟ أصغر. هلا 25 أكبر، ما بيمشي الحال. 25 تنكتب 4 ضرب 6 زائد 1 زائد 1، صح؟ 25 فيها كام؟ 6، 4 والباقي 1. يعني 6 بالأس ايش قد هون؟ 1. وهون 6 بالأس 0. ظهر عندي شغلتين كانوا ناقصات، 6 بالأس 0 و6 بالأس ايش قد؟ طيب 25. 6 بالأس 4، 6 بالأس 3، 6 بالأس 1، 6 بالأس 0، مين ناقص؟ 6 بالأس 2. 6 بالأس 2، وين ال 6 بالأس 2؟ ممكن احط موجودة جوا. شو بحط؟ مضروبة مش قد؟ مشان هيك مختفية. تمام؟ يا غلبان. تفضل. أنت سبب قلت إنه العدد ما بيصير بيكون أكبر من 6. تمام. 6 بالأس 4 ما أكبر من 6، 6 بالأس 3. ده هدول ما نعلق، هدول نظام العد، هدول أساس نظام العد أصلاً. هدول اساس نظام العدد. انا بدي هدول اللي ما بدوش، هدول اصلا هذا هو العدد. شوف العدد شو بينكتب هلا، 1 4 0 3 5 في اي نظام سداسي باخذوا لنا هدول، شايفهم على حسب العدد اللي هو باخذ هدول. اللي بعده بجوز يثبت الفكره اكثر، تعال نشوف هذا، هذا كثير جميل. في اي نظام هون؟ سداسي. اول مشكله عندي اياها هون انه السبعه ما بصير تكون موجوده في نظام سداسي. شو بينكتب بدال السبعه؟ هي 2 ضرب 3 زائد 1، فبكتب 2 ضرب 3 زائد 1 ضرب هي التسعة ما بصير تكون موجودة. شو بتنكتب؟ 3 للتربيع، يعني 3 بالأس 6، صح؟ الخمسة بصير تكون موجودة؟ لا. من هي الخمسة؟ 3 زائد 2 زائد التسعة. من هي التسعة؟ 3 بالأس 2. 8 من هي 8؟ 2 لا ما لي علاقة بالثلاثة، شو دخلني بالثلاثة هنا؟ أنت عطيت 2 بالأس 3، شو دخلني بالاثنين عفوا؟ صح؟ هلا بعد ما عملتهم بهذا الشكل يلا بدنا نبلش. 3 بالأس 6 راح أدخلها لهون، بصير 3 بالأس ايش قد؟ 3 بالأس 7، صح؟ 3 بالأس 6 ضرب 3، 3 بالأس 7، 3 بالأس 6 ضرب 1، 3 بالأس 6. وليه ما ضربت الاثنين بس؟ ضربت هيك 2. ما ضربت بالثلاثة زائد 3 بالأس 6 حمد، شلون تضربها؟ ما بينضربوا، شلون تضربهم بعضهم؟ ما بينضربوا، هو شغلتين مختلفتين. ايوه 3 بالأس 5 ضرب 3، 3 بالأس 6، 3 بالأس 5 ضرب 2، 2 ضرب 3 بالأس 5، 2 ضرب 3 بالأس 2 زائد 2 ضرب 3 بالأس 1 زائد 2 ضرب 3 بالأس الأربعة عندي ناقص 0، صح؟ ايوه في عندي الاربع ناقص وفي عندي مشكله. من هي المشكله؟ 3 بالاس 6، 3 بالاس 6 مكرره كم مره؟ مرتين. تعال نجمع انا وياكم، شو بيعطوني؟ كم 3 بالاس 6؟ عفوا عفوا ما حكيت شيء. 3 بالاس 6 زائد 3 بالاس 6 تنتين 3 بالاس 6، صح؟ برداني زائد برداني بردانتين. شو بتقولوا انتوا على البردان؟ برتقال. شكرا لكم. طيب برتقال؟ لا صعب كثير برتقال. 3 بالأس 7، 3 بالأس 6، 3 بالأس 5، مين ناقصني؟ 3 بالأس 4 و3 بالأس ايش قد كمان؟ 3 بالأس 3. يلا هلا بنبدا الآحاد هون، ليكو 2، بعدين 2، بعدين هون 2، ليك هي نسينا ننزلها هي، تمام؟ حباب ما بدي اعيدها مرة ثانية، 2، بعدين 0 ب 0، بعدين 2 ب 2 ب 2، اتفقنا؟ مين آخر جميل؟ هذا ظريف. هلا المشكلة بهذا التمرين تنتبه أنت لحالك إنه الإشارة بين أو بين ما مثل ما حكى محمود ضرب. شو الإشارة هون؟ جمع. لا جمع شو؟ هذول منازل. أيوة تمام. أيوة فراح أسمن على بعض أنا، تعال أسمن على بعض. ما
بدي روحوا مع بعض بس يعني. يلا بروحوا هدول مع بعض صح؟ لأن الإشارة بيناتهم شو هي؟ بضل معي جي على دي، شو بتساوي؟ ال 135 على 162، هدول اثنيناتهم بتقسموا على شقد؟ تقسموا على 3 صح؟ شو بيعطوني؟ 45 على 54. ما هيك؟ هدول اثنيناتهم بتقسموا على شقد؟ تقسموا على 9، شو بيعطوني فوق؟ 5 على 6. فأنا هلا بستنتج إنه جي شقد؟ شقد جي 5 وشقد دي؟ 6. طبعا يجوز واحد اللي الاستاذ ليش ما مضاعفات الخمسه او مضاعفات السته؟ لانه هدول ارقام بس ما راح المضاعفات تطلع معك اكثر من 9، اكثر من 9 ما بيمشي الحال. هلا شو العدد اللي بضرب 5 بيعطيني 135؟ لا 27 صح؟ هلا معناتها هون 27. طبعا بتاكد انا بيطلع 7 ضرب 6 42 معناتها حلي صح. شو بده مني هو؟ بده مني ا ب. مين هي ا ب طلعت معي؟ مين هي جي دي؟ مين هي جي دي؟ 56. يا الله سيد جي دي هي 56 صح؟ بضربهم بسرعة بيطلع معي 1512. أنا سريع بالضرب. أنت ضرب بس 7 ضرب 6 بيطلع لك الأحد 2، إن شاء الله ما يكون في غيره في 2. إذا كان في فبدك تضرب، أو فينك تقرب الرقم 27 شو بتعطيك؟ 30 و 56 60. لازم يكون جوابك قريب من شقد. تضربيهم بنتي وقتها بالحياة يكون حظك حزين. يلا يعني ما بتوقع. هلا شوف انا وانا حاطط 80 بالامتحان، انا حاطط الامتحان ما انا اخلي الطالب يروح وقته بعملية الطالب لانه ما بفيدني بصراحة اذا عملت بس انه مبلغ لا لا بالعكس لا والله. لا بحط لكم اجوبة هيك، راح احط لكم اياها، راح احط لكم اجوبة مثلا 1513 1512 1514 1516. لا ما بتخلص بالعكس، 6 ضرب 7 2 خلصت، وبالتالي وفرت عملية ضرب ووفرت الوقت. هذا الرقم هذا العدد الجميل مكتوب في أي نظام؟ في نظام الرباعي. معناته هو 3 ضرب 4 بالأس 0 زائد 3 ضرب 4 بالأس 1 زائد 3 ضرب 4 بالأس 2 تساوي 3 زائد 12 زائد 48 صح؟ شو بيعطيني؟ 63. بمعنى آخر راح شيل هذا المقدار الجميل، شو حط بداله؟ 63. ونقول لعنده ناقص واحد شو بصير؟ 64. وهي هي 4 بالأس X. مين العدد اللي بحطه فوق الأربعة بيعطيني 64؟ 3. لأنه 4 بالأس 3 64.